يعني انا مش يعني مش هضيف على كلام النائب محمد سعادة طمرس، هو قدر بالفعل ان هو يقول مشاكل الفلاحين، بس النهارده احنا عايزين نسال حضرتك ايه اللي بيحصل مع الفلاحين بالظبط يا فندم؟ هو زي ما قال سيادة النائب معانا في لجنة الزراعة ان لغاية دلوقتي الحكومة ما هياش مهتمة بالزراعة، والمفروض الزراعة دي اهم حاجة في مصر، لان مفيش انتاج في مصر غير المنتج الزراعي اللي احنا بناكله. اكيد طبعا. وللأسف اهمالنا في التعامل مع الفلاح خلانا نستورد معظم المواد الغذائية، ودي محتاجة للدولار، والدولار مش موجود، سعره زاد طبعا مش موجود، مش زاد مش متواجد، مش متواجد، مش متواجد بالصورة المطلوبة. واحنا عندنا الفلاح يقدر ينتج الحاجات اللي احنا بنستوردها دي بالفعل بالظبط. يعني عندنا الفلاح وعندنا الارض وعندنا المية، بس احنا المفروض احنا بنهتم بالفلاح مش عشان الفلاح، عشان مصر. لان هي سلة الغذاء بتاعتنا اللي بيطلعها الفلاح. واي ضرر هيقع على الفلاح اكيد هيقع على مصر نفسها، هيقع على مصر. وهو حاليا دلوقتي احنا عمالين وزير التموين والدولة عمالة تجري وتستورد عشان تأكل. سيادة النائب ما ده هيخليني اسأل حضرتك سؤال.